في موضوع آخر، تواصل المنحى التصاعدي المقلق للإصابات الجديدة بفيروس كورونا بالمغرب، حيث أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تسجيل 3059 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ولحسن الحظ لم تسجل أي حالة وفاة، فيما قارب العدد الإجمالي لمجموع الحالات النشطة من عتبة 12000. وتعليقا على هذا الموضوع، نتابع توضيحات سعيد عفيف رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية. كاين واحد التصاعد في هذه الأسابيع الأخيرة، بعد ما كنا تنسجلوا العشرات ديال الحالات، فأصبحنا بحال البارح وصلنا أننا سجلنا 3059 حالة، ولا شلنا عبر هذا الأسبوع هذا، ف كنا تنسجلوا ما بين 1600 حالة حتى دابا 1300. خصنا نعرفوا بأنه الإيجابية ديال الكشوفات فدازت هذه الشهر من 1% دابا حتى وصلت حتى 24%، إذا كاين واحد الانتشار، وهذا الانتشار ديال الفيروس هو اللي عاطي هذه الحالات. ولكن الحمد لله مع بفضل التدخل الشخصي ديال صاحب الجلاله وكذلك التعليمات الساميه، فتمكنت بلادنا انها نحصلوا على اللقاحات، وعندنا دابا 78% ديال الناس اللي دايرين جوج جرعات، ولا زدنا عليهم الناس اللي عندهم المناعه الطبيعيه فتنفوتوا 80%. هذا هو اللي يجعل اننا عندنا الحالات قليله في الانعاش، وكذلك عندنا الوفيات قليلة. ففي ظرف هذا الأسبوع يلا تسجلت 5 ديال الوفيات، مع العلم أنه تسجلوا الآلاف ديال الحالات، وهذا راجع أنه هذا المتحور ديال سوفاريون ديال أوميكرون اللي كان في الأول بي أ 2 ودابا كاين حتى بي أ 5، فهو كثير الانتشار. إلا بغينا واحد المقاربة، فعندنا الفيروس الأصلي كان 1.3، من بعد دلتا 1.5، من بعد أوميكرون 1.8، وهذا 1.13. إذن سريع الانتشار، ولكن الحمد لله الشراسة ديالو ماشي كبيرة. ولهذا تنجد المواطنات والمواطنين أولا تشكرهم لحقاش هذا التضافر ديال الجهود ديال الجميع، تنجدوهم باش يديروا الكمامة أضعف الإيمان في الأماكن المغلقة، باش اللي عنده بعض الأعراض بحال سيلان ديال الأنف ولا ضروا راسه يدير الكشف، وخصوصا إذا كان معاه ناس كبار باش ما يعاديهمش. وكذلك تنطلبوا من الناس الكبار واللي عندهم أمراض مزمنة أنهم يديروا الجرعة الثالثة المعززة، باش تبقى الحالة بحال هكذا، باش ما يكونش تشديد ديال الحجر، لحقاش عندنا دابا نسبة ديال الملء ديال الإنعاش يلاه 1%.